مدير دلوقتي للصفقات بالنسبه لانبي على صعيد الانتقالات الصيفيه المقبله، وخصوصا خلاص الموسم بيقترب من انتهاء. انبي ضمن الاستمرار في بطوله الدوري بشكل طبيعي والامور تتحسن بالنسبه للفريق، فهل عينيكوا على بعض اللاعبين؟ والله هو مش عيننا على بعض اللاعبين. انا هقول لك بس الخطوه الاولانيه اللي احنا بنعملها، ودي حاجه انا شايف ان دي حاجه محترمه جدا، لان انت لو تلاحظ احنا عندنا في لاعيبه ما كانتش بتلعب نظرا للظرف اللي احنا كنا فيه، الفرقه كانت في حاله مش مستقره يعني. فاحنا واخدين قرار ان الثلاث ماتشات اللي باقيين دول احنا هندي كل اللاعب فرصه، بحيث ان انت في لاعيبه ممكن فعلا تستحق ان هي تبقى متواجده، فانت مش عايز تاخد قرار ان انت تمشي لاعب دلوقتي او تجيب لاعب وانت ممكن يبقى عندك اللي هو يغطي المكان اللي انت ناوي تشتريه. انما بشكل عام عندنا بشكل عام كده كام مركز كده اعتقد، بس مش هيزيدوا يعني، مش هيبقى زي السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت عملنا حوالي 18 صفقه، السنه دي اعتقد ان احنا ميكسيموم هيبقوا اربع صفقات يعني. اربع صفقات ميكسيموم يعني. يعني منشنين على حد في اهلي او زمالك ولا لسه؟ لا 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 خالص، لا خالص بعيد عن اهلي وزمالك خالص. لا لا مش خالص في الخطه يعني. اصلا مش في الخطه، لان هرجع اقول لك يعني النادي انبي تملي بيشتغل بشكل مختلف. احنا بنحب ان نظهر اللاعب اللي هو لسه مش نجم. ده الستايل بتاع النادي انبي، سواء من القطاع او حتى من انديه درجه ثانيه، او حتى لو هنجيب لاعب افريقي يعني. جون ابوكا لما جه ما كانش حد يعرفه اساسا، ما كانش، فهي ده ستايل نادي انبي، واحنا الحمد لله يعني عندنا كويسه في الحته دي يا امين. طيب بخصوص الباك ليفت بتاع انبي محمد حمدي، كلام كتير عليه دلوقتي، اهلي زمالك كلام من ده، هل في عروض رسميه جات له؟ والله هو لا مفيش عروض رسميه طبعا، بس هرجع تاني اتكلم على محمد حمدي واحمد نادر تحديدا. يعني احنا دول لنا توجه، اداره النادي ليها توجه مختلف خالص، اللي هو بره ان شاء الله. واوريدي في مفيش عروض رسميه يا امير، ما اقدرش اقول لك في عرض رسمي، بس في كلام من شركات من شركه اسبانيه على ان الناس دي هم هيسوقوهم في اسبانيا، لان هم متابعينهم واعتقد ان هم يستحقوا ده، ونادي انبي عايز ينجح التجربه جدا يعني. احنا حابين قوي، مش عايزين نخش بقى في صفقات اهلي وزمالك ونخش احنا في النص، احنا شايفين ان الاولاد دول يبقوا مشروع جديد للكره المصريه، ودي حقيقه جميل. مش عشان هو انبي ده كلام جميل ونتمناه بكل تاكيد، لكن ربما ان ده ما يحصلش وما يتمش اتفاق على عروض احتراف، فبالتالي هل هيكون في قابليه ان هم يروحوا اهلي او زمالك، ولا هيتقفل الباب ان هو يكمل في انبي؟ لا احنا زي ما قلت لك يا امير، الاولويه لموضوع الاحتراف. حلو. احنا فاتحين الباب وبشده يعني، مش هنغالي في موضوع حتى في البدايه. انت لو بتتكلم تبيع طالبين كام مش يعني؟ هنغالي نعم طالبين كام يعني؟ لا احنا ما طلبناش، لا 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 لا، ما برضه بص انا مش قصه كام، قصه ان العرض ما انت ممكن